مساءكم. نتناول في هذه الحلقة قضية النقب، العرب في النقب. النقب يشكل من حيث النسبة ثلثين من مساحة إسرائيل، بينما يسكن فيه فقط 8% من سكان إسرائيل. حين نتحدث عن سكان إسرائيل أيضا نتحدث عن العرب الذين يشكلون من نسبة 8% حوالي 30% من سكان النقب هم من العرب، لكنهم من العرب المنسيين، لا أحد يهتم بقضاياهم، على العكس تماما. هناك معاناة كبيرة لعرب النقب، إن كانت مصادرة أراضي، إن كانت عمليات ترحيل، إن كانت عمليات هدم بيوت، آفات اجتماعية، مشاكل اقتصادية، بطالة، فقر، هجمة إسرائيلية عمليا لترحيل أهل العرب من النقب، من أراضيهم. السؤال الآن، لماذا النقب؟ لماذا النقب الآن؟ حول هذا السؤال وحول قضايا عرب النقب سنتحدث في هذه الحلقة مع ضيفينا، دكتور ثابت أبو راس، مدير مشروع عدالة في النقب ومحاضر في جامعة بئر السبع، ودكتور يوسف جبارين، محاضر أكاديمي في مجال تخطيط المدن. أهلا وسهلا بكما في هذا البرنامج. أولا نشاهد التقرير ثم نبدأ الحوار. عرب النقب لا يزالون في مرمى سياسة التهويد والاقتلاع التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية بحقهم، والهادفة إلى الاستيلاء على ما تبقى من الأرض العربية لتفريغ النقب من سكانها العرب الأصلانيين عبر ترانسفير بطيء ينفذ هناك بعيدا عن الضجيج الإعلامي والاحتجاج الشعبي الواسع. يشكل النقب الاحتياط الأكبر للأراضي العربية لدى عرب الداخل، من هنا تأتي الهجمة الإسرائيلية بشكلها التصاعدي من خلال سياسة مصادرة الأراضي والاقتلاع وهدم البيوت وعدم الاعتراف ب 45 قرية عربية، يضاف إليها التضييق والحصار الاجتماعي والاقتصادي. معدلات الفقر والبطالة بين عرب النقب هي من أكبر النسب في البلاد، حيث تتجاوز 50%، بينما تبلغ نسبة أطفال عرب النقب الذين يعيشون تحت خط الفقر حوالي 60%، وهي حالة تنتج المشاكل الاجتماعية والمآسي الإنسانية الحاصلة في مدن التوطين القسري وممارسات تدمير الاقتصاد العربي التقليدي المرتكز على زراعة الأرض وتربية المواشي من خلال الدورية الخضراء. وفي الوقت الذي يحرم فيه العرب من أراضيهم، تقوم إسرائيل بمنح أراضي البدو العرب المصادرة لما يسمى بالمزارع والمستوطنات الفردية، التي تمنح من خلالها إسرائيل أفرادا من اليهود مساحات شاسعة من الأرض، وتقدم العون لهم حتى يبسطوا سيطرتهم على أراضي عرب النقب. وفي المقابل قامت إسرائيل بتدمير الاقتصاد البدوي التقليدي المرتكز على زراعة الأرض وتربية المواشي. دكتور ثابت، يعني شاهدنا هذا التقرير، السؤال المطروح هو لماذا النقب الآن؟ يعني مثل هذه الهجمة الإسرائيلية لم نشهدها في السابق، لم نشهدها لا في الستينيات ولا في السبعينيات وحتى في الثمانينيات. الآن إسرائيل تركز كل هجومها على النقب، لماذا؟ نعم، أنا باعتقادي أن الهجمة الشرسة على عرب النقب هذه الأيام مرتبطة ارتباطا عضويا بالوضع السياسي الإسرائيلي الفلسطيني العام. حل الدولتين حسب رأيي يقترب، هناك ضغوط دولية من أجل أن يحدث شيء بين الشعب الفلسطيني وإسرائيل، وواضح جدا أن هناك حاجة لأراضي واسعة لنقل معسكرات الجيش والتدريبات والمستوطنين والمستوطنات. وأنا باعتقادي أن النقب هو احتياطي أول لسكان للمستوطنين، هذا أولا. ولكن أنا باعتقادي أن أيضا القضية مرتبطة أن حكومة إسرائيل لا تريد أن ترى تواصل ديموغرافي جغرافي بين شطري الدولة الفلسطينية، بين قطاع غزة وجبال الخليل. وواضح جدا أن عرب النقب ينتشرون على مساحة واسعة، الحديث يدور عن حوالي 650 إلى 700 ألف دونم يطالب فيها عرب النقب. فحكومة إسرائيل تحاول تقليص الرقعة الجغرافية لعرب النقب. أيضا أنا باعتقادي أن هذه الهجمة الشرسة مرتبطة في الزيادة السكانية السريعة لعرب النقب، حيث أن معدل الزيادة الطبيعية لعرب النقب 5%، معنى ذلك
أن عرب النقب يضاعفون أعدادهم كل حوالي 16-17 سنة، وهذا يقلق يعني إسرائيل. اليوم ثابت اليوم يعني العرب النقب هم يشكلون حوالي يعني 30% من سكان النقب، اللي هن عبارة عن 200,000 إنسان. القضية الأساسية اللي أنت طرحتها هنا، وكأنه يعني حتى منع التواصل الجغرافي، الامتداد الجغرافي ما بين النقب اللي بيجي عمليا بالنص، هناك في قطاع غزة، هناك في الضفة الغربية، النقب بيجي بالنص، من أجل ذلك هناك محاولة لمصادرة أراضي وما إلى ذلك. ولكن يوسف جبارين، يعني كل هذا الإشكال اللي بعنيه عرب النقب ولازم يعني الآن يعني كمان أسمع منك نطرح شو الإشكال، شو الموضوع بعرب النقب. هناك يعني حالة عامة، هناك حالة عامة اللي معروف عنها أنه هذه الفئة من الناس، هذه الشريحة من الناس هي شريحة منسية، حتى على صعيدنا إحنا على عرب الداخل هذه الشريحة منسية. هناك يعني لحال يعني هات نعرض الموضوع بشكل أولي بشكل بسيط هيك، المحطات التاريخية السريعة جدا اللي هي نوضح لأنفسنا وللجميع إنه هي شو قضية النقب. لما نتحدث عن قضية النقب، لأنه النقب مستهدف مش بس اليوم، النقب استهدافه كان في السابق من 48، عشية 48 إحنا بنتعامل مع النقب وكأنه النقب هو مسكن البداوة والبدو. النقب فيه حضارة، فيه مدينة بئر السبع، فيه كان ريف فلسطيني، وكان فيه كمان بالجانب ذلك كمان كانت حياة بداوة، ولكن كان هناك كمان حضارة يعني ومدنية. بال48 تم تجميع العرب في النقب في منطقة ضيقة جدا سميت بالسياق، وهي المنطقة عمليا انفتح فيها بروزدور باتجاه الأردن وبروزدور آخر باتجاه مصر من أجل تهجير الناس. بقي بهالمنطقة الصغيرة كل قليلة، غالبية السكان النقب أكثر من 100,000 نسمة تم عمليا ترحيلهم. بالبقعة بقيوا 11,000 نسمة، 11,000 في 48، 11,000 اللي بقيوا عمليا كانوا موزعين على مساحة، في هاي المساحة اللي تم محاصرتهم فيها، وهاي أراضي عمليا اللي هي تصل إلى بين 900 لمليون دنم. القضية هي 900 ألف لمليون دنم. بهاي المنطقة العرب في النقب ما تبقى لهم من الأرض، أقاموا بلدات صغيرة، بلدات على في هاي المنطقة. سنة 72 في بداية السبعينات حكومة إسرائيل قررت تركيز البدو، مع كل ما تتحمل هذه الكلمة من مساوئ تاريخية بمعنى التركيز، قررت تركيز البدو في 7 بلدات، منها رهط، اللقية، تل السبع، حورة، شكيب السلام وغيره. فبلش نقل بالقوة للعرب في النقب لهي البلدات. قسم من السكان رفض أنه ينتقل نتيجة سوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية والحيزية والمبنى السيء وقلة العمل في هاي البلدات، الجيتوات الفقيرة اللي تم إقامتها رهط واللقية وغيرها. ما تبقى عمليا في هذه المنطقة، زاد عدد سكانهم، واليوم يصل إلى بين 70-90,000 نسمة يعيشون في قرى غير معترف بها بتاتا. هنحكي عن 45 قرية عربية في النقب غير معترف فيها. ممكن الحديث اليوم يدور عن 35 قرية، لأنه تم الاعتراف بعشر قرى، أو في هناك اعتراف يعني في عملية اعتراف في هذه القرى، ولكن الحديث يدور الآن 35 قرية، وحكومة إسرائيل تخطط للاعتراف في 10 قرى، حل قضايا أخرى 10 قرى أخرى، يعني يبقى الحديث عن 25 قرية حوالي 30-35,000 نسمة اللي سوف يتم ترحيلهم عنوة، وهدم بيوتهم، وما رأيناه في العراقيب في الأشهر الأخيرة.